حالة من القلق والتوتر ارتسمت على وجوه أولياء الأمور في أول أيام امتحانات الثانوية العامة. اللغة العربية والتربية الدينية أول مادتين يمتحن فيهم الطلاب، وتبقى المراجعة الأخيرة هي الأهم لتنشيط الحصيلة المعلوماتية وسط دعوات الأهل بالتوفيق والنجاح. هي من زمان الثانوية عامة بعبع كله بيت بصراحة، وأنا عندي تلات كل سنة كان عندي بعبع، ودي آخر سنة إن شاء الله. كلام عن الثانوية العامة بزيادة وتوترات زيادة بس مش أكتر، الحمد لله. بس إحنا تعبنا 11 شهر وإحنا تعبانين، يعني الحمد لله وربنا يكافئهم خير إن شاء الله. أكثر من 669 ألف طالب وطالبة في الشعب الأدبية والعلمية يؤدون الامتحانات على مستوى الجمهورية، بينهم 192 طالبا وطالبة مكفوفين في 23 لجنة بالمحافظات. طبعا لازم يبقى في خوف، مثلا سؤال وقف معاها ما عرفتش اجابته، وانت طبعا حضرتك عارف ان ساعات اللي جنب تبقى متقفله. العربي كان كويس قوي بس النصوص كانت ما كانتش حلوه، يعني هو الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، يعني مذاكر مش مذاكر هتحله، مش صعب قوي، لا حلو بس الحمد لله. جدا جدا يعني مستنيه 3 سنين ظهرت وقتي وثمره اللي انا كنت مستنياها، أول أطفاء عملتها لي بممتياز، فالحمد لله ربنا يتمم بخير. شبح امتحانات الثانوية العامة الذي يبث الرعب في نفوس الأسر المصرية سينتهي بعد عامين مع تطبيق النظام الجديد الذي يعتمد على التابلت والتقدير التراكمي وليس الامتحان الواحد كل عام. أكثر من 5 ساعات قضاها أولياء الأمور بالانتظار أمام اللجان للاطمئنان على أبنائهم في امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية في أول أيام امتحانات الثانوية العامة التي بدأت اليوم وتستمر إلى 3 من الشهر المقبل. محمد عاطف، الغد، القاهرة.